أمس نوم نعم أسم سرتدي مهندار كون مني كبر ألسا سلاي خرا أسمي قوم مهندار كون قرب حاول سأفصل بيسيه بيسيا بس كده كتالي كتالو بيان تركيا بيجي بس كده كومبليت مفلو Je peux même le dire, à cette idée, Mahdar Kun, c'est un intellectuel laïque, je dirais même athée. Shfir, Nadan, Charles Boisset, il y a des. Je me suis bien débarrassé. Il m'a beaucoup aidé. Il y a des semaines en France, des semaines en France, des semaines en France. Ici, Khalas, il n'a qu'à vous ça, des gars, c'est le professeur émérite d'une université, c'est des charrières, c'est des semaines, c'est des semaines, c'est des semaines. Voilà, ça va être un moment d'arcoule, on a pas sorti ici, là, maintenant, ça va être Wikipédia, un moment d'arcoule, intellectuel musulman. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un musulman? Un moment d'arcoule, c'est un scientifique, point bas. C'est un islamologue. Le père de l'islamologie, ça ne veut pas dire être croyant, mais être pratiquant de quelque chose. C'est quelqu'un qui analyse, qui a un objet, un sujet d'étude, qui l'analyse scientifiquement. Un moment d'arcoule, terme 7, IFI. إبورا يفيك تنادي سامسال الدين جنسي أطوارا ويدي غانا زرا سوسني شمال فمورت الأقبائي ليس بسميكيا والسلافيز بدي مورت الأقبائي فقريبيا أسنيني غارت مهدار كوني ممكن أصدار من زرا سدي كان سوسني يهي هجي مورت الأقبائي ماشي بس فقطا أسنيني ماشي كان هيك دارا فيسي نعم إلا كانت زرار أي غارث يسمى تجيس فرام اللهم خيرا غير مزيد السجين مثل القبائل سبحين أزل المسرعة في السقبائل إني ذي شبت قبائل تجيس السجين وكيف يجي زيرو قرار تجيس سمسات إفي دي بيان مهداركو يمين إكسوكاس من خمسي إني أسني الجبارة اللي غارث جاي فعلا حالة تفسر تجيس فيديولوجيا عرب الإسلاميزم سانت هود الزيرو زكام ستريلي تمولين زيروسكيا وسكينة رمزوها في كران القبائل احتققت كران إذا تركت على رب الفوز نعم كل يوم أيها خطر مخبر كل سيد سيوتيفي كبير نسمع سيسر القبائل تازل هنالك مؤامرة على الشريعة الإسلامية التي تعد العمود الفقري للحقيقة الإسلامية، لأن الحقيقة الإسلامية جزئين، جزء خفي وهو العقيدة، والجزء الثاني ظاهر وهو السلوك. فالواقع أن السلوك هو الذي يخيف الأعداء وهو الذي يسعد الأصدقاء، الواقع. هذه المؤامرة موجودة لكنها تطورت من حال إلى حال. نعم. هل تعلم من هو الذي يقود هذه الحملة؟ وهذا اسمه محمد أركون. نعم، هو رئيس الدراسة الإسلامية في جامعة السربون. توفي من شيء 4-5 سنوات، جزائري هو، ملحد. نعم، كان ورأيته والتقيت فيه وتناقشنا في كثير من الأحيان. نعم، هو الذي كان يطرح النظرية القائلة يجب أن نعيد النظر في الإيمان بوجود الله. أي والله، يجب أن نعيد النظر في الإيمان بوجود الله عز وجل. بأي اتجاه يريد أن يذهب؟ طبعا أما سرا فكان في كونتراتو بينه وبين المسؤولين الفرنسيين أنه هو الذي يستطيع أن يبخر الإسلام في أذهان المسلمين وأن يعني يجعله مجرد أفكار طوبائية يعني لا وجود لها. وأما بالنسبة للمسلمين من أمثالي وأمثال آخرين عبارة عن نقاش علمي. وأنا قلت له تفضل أنا معك في أن نفتح المجال واسعا لإعادة النظر في وجود الله، لكن على أن يكون معنى هذه الكلمة إعادة النقاش، لا نسخ العقيدة بوجود الله. لأنه هو ماذا يقصد؟
إعادة النظر في وجود الله، يعني ينبغي أن نعترف أننا خضنا مخاض يعني تفقد الأدلة العلمية وما إلى ذلك، فلنشطب على ما يتعلق وجود الله عز وجل ولننطلق نعم غير مقيدين بهذه القيود والآثار القديمة.